الحين احنا بكل هدوء وانتباه بنطلع على هذيك التلة. يا استاذة الله يطول عمرك، وشو له التعب والشقا؟ ليش نطلع هذه التلة؟ طيب نطرح نروح ذيك التلة احسن لها مستوية. هو صادق هذا مستوي، نقدر نمشي معه. استح على وجهك انت وياه، البنات ما اشتكوا، انتم تشتكون؟ وهي صادقة، استح على وجهك يا اخي، البنات ما اشتكوا. قلبت علي؟ اكيد. وصلنا لمرحلة الالتقاء بالطبيعة لطرد الطاقة السلبية عن طريق حضن الأشجار. سلامات أحضن شجرة، مهبول أنا أحضن كفتة ولا أحضن شجرة. تحضنها وانت ما تشوف الدرب. أسمي أبشر أبشر. معليش يا حبيبتي، أغار على زوجي ولا أرضى. واو شكرا حبي. عاد واو راح فيها شيبة عرعر. عاد من زينة عشان تغار عليه. يا ليل أبو لمبة، بدأ شغل الكبوس ذا. أي أحد ما يلتزم بالبرنامج راح يستبعد، فاهمين؟ أستاذة، أقدر أحك راسي؟ ولا حركة، لمدة 5 دقايق أبيكم تحسوا بالطبيعة، حسوا فيها. أنا حسيت بالشوك يا أستاذة. أقول خلنا نمشي بس، وش هالرحلة؟ لا لا بالعكس حبيبتي، رحلة حلوة وأجمل شيء وجود مثل هالرحلة. ايه يا شو ده؟ كله ماشي ماشي ما في فلة؟ الا في فلة وطرب ودي جي، قاريها بالجدول انا. لاحقين على الطرب، خلونا نكمل فعاليات الهاكينج. أحب أقول لكم وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم. أوف وأخيراً. أجل وين الباص يودينا المحطة عند سياراتنا؟ هلا والله. أجلنا شبهة ومتدايل وما تبون يطلع معكم؟ مو انا اللي قلت، بطاقيه ولا كلمه يا اخي. دخلتك مره مرعبه يا اخي. اهدى يا اخي. على شحم انت الثاني. ما عليك زو، ومسوي زحمه والشارع فاضي وجايب هالجحلط معك، تبي تسوي اكشن؟ على بالك انا المفلم؟ جايب رشاشات لعبه يا ورع. انا مطلق شلش، مسدساتي لعبه. عامر 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 عامر، خل خوينا يرحمه. اقول عض على شحمه، خليك مكانك يا عامر. روق يرحم امك، ذا شكله جريه.